والعمل اللي لعباتو سعيده وما تكرهش تعاود تلعبو. بنات ليلى منانه. الفيلم ولد الدرب هو عامل فاشل جدا وما بغاش نهضر عليه. واخا نسولك بطريقه اخرى، تعاودي تشتغلي مع الفنان سعيد ناصري؟ للاسف لا. علاش؟ ما انا وياه، هو فؤاد وانا فؤاد، فنيا ما عندناش نفس الاختيارات الفنيه. ولا تصل بك ترفضي؟ لا غنرفض مع بكل زعما احترام، غنرفض لان ما عندناش نفس التوجهات الفنيه. ماشي سعيد بوحديتو، كاين بزاف الناس اللي في الميدان اخوان وكنسلم عليهم وبيني وبينهم احترام انسانيا، بيني وبينهم احترام كبير وكنتلاقاهم وكل شيء، ولكن ما نقدرش نخدم معاهم. فوقاش خطات سعيد؟ هو مثلا في هذا العمل اللي ذكرتي دابا مثلا من غيره؟ لا من غيره ما كنظنش. كتقولي بانني سمحت في حقي بزاف شحال هادي؟ ملي كنقول سمحت في حقي بزاف شحال هادي، هذيك الاخطاء كامله ديال البدايات ديال حتى ماديا راه بدينا كنخدموا واحد الوقت ب 2500 درهم. 2500 درهم الفيلم؟ العمل، العمل ككل. عيطوا لك على شي عمل عطيتيهم كاشي وقال لك بزاف علينا هادشي السعودية؟ بزاف المرات، مع العلم ان لي كاشي ديالنا في المغرب راه هما كلهم، واخا طلبي شنو طلبتي راه هما اصلا حشومه تقوليهم. راه هما حشومه تقوليهم، راه في دول اخرى الناس كدير عمل واحد كتشري فيلا، عمل واحد كتشري به فيلا. صح. وكدير عمل اخر كتدير به مشروع. في دول ما كنهضرش على اوروبا وامريكا، كنهضر على الدول حدانا. غير تونس ومصر مثلا راه الناس غير في عمل واحد راه كيوليو مزيانين. مشكله كاين القضيه ديال شي فنان فين كيقرا السيناريو او لا كيشوف الكاستينغ كيقول المخرج يا اما هذا ولا انا. انا شخصيا ما عمرني درت هذه، كنت شرحت واحد الموقف. كانت الفنانه اليوم نقدر نقول سميتها لان مره اخرى ما قدرتش نقول سميتها لان كان باقي ما فاهماش شنو وقع. مي الفنانه سعاد خي كانت مقلقه عليه لان شي حد قال لها واحد العمل ديال زكية الطاهري كنظن، انني انا قلت لزكية يا انا يا سعاد خي، الوغ كو انا ما لعبتش في ذاك العمل اصلا.